بأمر الله ونشوف هل القرآن ذكر المريميين أو هل يوجد دلوقتي من يعبد مريم؟ هل القرآن تكلم عن بدعة انتهت من فترة؟ ده إن شاء الله اللي احنا هنشوفه وهنعرفه بدراسة وإن شاء الله يعني نظرة بسيطة كده عن المواضيع اللي طرحها زكريا بطرس. خلونا نسمع كلام زكريا بطرس الأول ونرجع ليكم تاني. فيقولون عنها ملكة السماء، وعندما اعتنقوا المسيحية اعتبروا العذراء مريم هي ملكة السماء اللي كانوا بيؤمنوا بيها بدل كلمة الزهرة، او الالهة السماء بدلا من الزهرة. ولذلك اطلقوا على انفسهم اسم المريميين، ده ثابت في كتب التاريخ. جميل، كان بالك. وكانت عقيدتهم الهرطوقية هي الايمان بثلاثة آلهة، هم مين؟ المسيح، ايوه، وامه، والله. هذه البدعة التي قصدها الاسلام بقوله انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، هات بالك. وليست المسيحية الحقيقية على الاطلاق، لم نقل هذا الكلام اطلاقا. رجعنا ليكم بعد ما سمعنا زكريا بطرس، سمعنا هو بيقول ايه، فهمنا ان هو بيتكلم على الآية اللي موجودة في سورة المائدة قدامنا دلوقتي. الآية في سورة المائدة الآية 116، الآية بتقول: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طبعا الآية بتتكلم عن أشخاص اتخذوا السيدة مريم وابنها إلهين، وأنا بكرر وبقول اتخذوا. خلونا نشوف هل الآية بتتكلم عن المريميين. هو مبدئيا احنا هنثبت النهاردة ان مفيش اصلا حاجة اسمها الطائفة المريمية اللي بيقولوا ان السيدة مريم اله، او بمعنى اصح مفيش طائفة بتقول ان في ثالوث بيقول ان مريم من ضمن هذا الثالوث، سواء الاب والام والابن او الكلام ده كله. الكلام ده غير صحيح، وهو احلنا لكتب التاريخ. انا اتمنى ان هو يطلع لنا كتب التاريخ اللي بيقول عليها دي، وهنشوف النهارده في كتب التاريخ بتقول ايه الكتب المسيحيه اللي موجوده وممكن اي حد يروح يشتريها. طيب الايه بتقول ايه؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين. طيب هل هنا الايه بتقول ان الاشخاص اللي بيتخذوا مريم اله صرحوا بهذه العبادة؟ لا. طيب ده تفسيري. خلونا نشوف القرآن بيقول ايه. القرآن بيقول في سورة التوبة الاية رقم 31 الاية الكريمة بتقول: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم، هنا اتخذوا، ما صرحوش بعبادة الأحبار والرهبان. نفس الأمر في الآية بتاعت سورة المائدة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. يبقى إذا دول اتخذوا ودول اتخذوا، ما فيش تصريح، ما فيش تصريح، ما فيش حد بيقول إحنا بنعبد مريم. فالقرآن الكريم كان بيتكلم عن أشخاص موجودين، أو يعني الآية الكريمة دي بتذكر أو كانت في موقف في يوم القيامة، يوم الحساب او يوم الدينونة على حسب ما زكريا هيفهم، ان هو الله سبحانه وتعالى بيسأل سيدنا عيسى سؤال تقريري: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. يبقى إذا في اتخاذ هنا، مفيش تصريح بالعبادة، زي ما هم بيعبدوا الأحبار والرهبان زي ما بيعبدوا مريم اتخاذ. يبقى إذا احنا عندنا نقطة مهمة، ان مستوى الأحبار والرهبان نفس مستوى اتخاذهم لمريم إله، هنا اتخذوا وهنا اتخذوا، دول ما صرحوش ودول ما صرحوش. كده الامر واضح. اعتقد زكريا بطرس ملوش ان هو يتكلم في الموضوع ده. اتمنى ان احنا نسمع رده على النقطه دي ونعرف ونشوف وجهه نظره ايه. طيب هل احنا في ايامنا الحاضره دي في حد بيعبد مريم اتخاذ بدون تصريح؟ عايزين نعرف، عايزين نشوف المراجع المسيحيه بتقول ايه في الكلام ده. الجماعة يعني هل القرآن، بعض الأشخاص أتباع زكريا بطرس بيقول لك القرآن الكريم ليه بيتكلم عن طائفة مكونة من ألف ويسيب ملايين؟ لا، القرآن الكريم لم يتكلم عن طائفة بعينه، أو لم يتكلم عن طائفة مريميين اللي هو كان عددهم ألف، لا، ده اتكلم عن الطائفة اللي اتخذت مريم إله، والطائفة دي موجودة إلى الآن. خلونا نشوف المراجع المسيحية بتقول إيه. دلوقتي معانا كتاب
موسوعه الخادم القبطي او القبطي الجزء الثاني الف لاهوت مقارن قدامنا دلوقتي على الشاشه عشان محدش يقول ان احنا بنجيب مراجع من عندنا. في صفحه 89 بيقول الاتي: الكنيسه الكاثوليكيه تؤله العذراء مريم وتقول انها صعدت حيه الى السماء. اعيد تاني الحته دي من القمص زكريا: الكنيسه الكاثوليكيه تؤله العذراء مريم وتقول انها صعدت الى السماء وتصنع لها التماثيل في كنيستهم كما يصلون للعذراء مريم ويعتقدون في الثالوث المريمي والحبل بلا دنس مثل المسيح له كل المجد. يبقى اذا الكنيسه الكاثوليكيه بتؤله العذراء. الكنيسه الكاثوليكيه دي اللي هي ايه؟ اللي هي نص سكان، اسف، نص عدد المسيحيين، نص عدد او يمكن اكتر من نصف عدد المسيحيين في العالم بيقولوا ان مريم اله او تؤله السيده العذراء حسب الكلام المرجع المسيحي اللي قدامنا. صفحه 89 قدامنا وصفحه 90. طيب هل في حد تاني بيقول الكلام ده؟ خلينا نشوف عشان زكريا بطرس ما يدعيش ان احنا بنالف من عندنا. ادي كتاب تاني اسمه العذراء مريم، حياتها، رموزها، القابها، فضائلها وتكريمها، للمتنيح الميت يعني، الانبا غريغوريوس اسقف عام، للدراسات العليا اللاهوتيه والثقافه القبطيه والبحث العلمي. في صفحه 129 اخر الصفحه بيقول: وكما اخطا الكاثوليك فرفعوها الى مقام الالوهيه والعصمه كذلك ضل البرسان ضلالا شنيعا حين احتقروها وجعلوها الى اخر الكلام. المرجع بيقول ايه تاني؟ وكما اخطا الكاثوليك فرفعوها الى مقام الالوهيه. الله يا زكريا، ده المراجع المسيحيه بتقول ان الكاثوليك بيعبدوا مريم. المراجع المسيحيه بتقول ان الكاثوليك بيعبدوا مريم. يبقى اذا القران لما كان بيتكلم عن اشخاص اتخذوا مريم اله ما كانش بيقول المريمين، لان المريمين صرحوا بعباده مريم، انما دول اتخذوا مريم اله. طيب في كتاب تاني مهم، وده بقى المرجعين اللي فاتوا دول ارثوذكس، المرجع اللي جاي ده بقى كاثوليكي. خلينا نشوف بيقول ايه. اسمه خلاصه اللاهوت المريمي، قدامنا على الشاشه، للاب اوغسطين لاتور. اوغسطين لاتور بيقول في اول الكتاب عشان زكريا ما يتعبش، بيقول ايه؟ بيتكلم عن عقيدتهم في مريم، وبيقول دعوه الى زكاه شريعتها، شريعه الايمان في الضمائر، صفحه 7. وعلى عكس ذلك فشريعه الايمان في الكنيسه تقتضي ان تنمو شريعتها، شريعه الصلاه نموا مزدهرا لاكرام ام المسيح، لاكرام السيده العذراء في كلام الوحي المقدس او الوحي اللي هو الكتاب المقدس، واسس متينه في العقيده. وهذا يعني قدامنا دلوقتي صفحة 8، وهذا يعني أن الصلاة للسيدة العذراء وإكرامها يعبران عن إيمان الكنيسة. الصلاة للسيدة العذراء وإكرامها، الصلاة للسيدة العذراء بيصلوا أو بيصلوا أو عقيدتهم في الصلاة لمريم العذراء وإكرامها يعبران عن إيمان الكنيسة، مش ايمان شخص ولا اتنين ولا تلاتة ولا اب ولا اتنين ولا تلاتة، لا دول مجموعة كنيسة كاملة بتصلي للعذراء. ده مش كلامنا طبعا. طيب خلونا نشوف هل الكلام ده عند الكاثوليك بس. خلونا نشوف الاول، هنرجع تاني للكتاب بتاع خلاصة اللاهوت المريمي بتاع الاب اوغسطين لاتور، صفحة 98 قدامنا الكتاب دلوقتي، بيقول الاتي: قاعدة هذا الاتحاد أو هذه المشاركة هي تبادل بين الأم والابن. أعطت مريم ابنها المشاركة في الكيان البشري بإعطائها إياه جسده وطبيعته البشرية. يعني مريم أعطته البشر أو الطبيعة البشرية، جسده وطبيعته الإنسانية، فهو راح يسوع الإله، الإله المتجسد أو الله الكلمة، فراح أعطى لأمه على نحو مخلوق المشاركة في الكيان الإلهي. مريم أخذت من يسوع وأصبحت شريكة في الكيان الإلهي. مش إحنا اللي بنقول الكلام ده. طيب تعال نشوف مرجع تاني كاثوليكي، كتاب وثائق المجمع الفاتيكان الثاني، قدامنا الكتاب دلوقتي على الشاشة، هنفتح مع بعض صفحة 435، بيقول الآتي: انتقلت العذراء النقية التي عصمها الله من وصمة الخطية الأصلية جسدا وروحا الى المجد السماوي، وهكذا اقامها
الرب ملكة العالمين، وهكذا أقامها الرب ملكة العالمين لتكون أكثر تشابها بابنها رب الأرباب. طبعا رب الأرباب اللي هو حسب الرؤية يوحنا 17-14، هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك. رب الأرباب وملك الملوك، مريم شبيهة لي. طيب خلونا نشوف كلام تاني مهم جدا قلناه وهنفضل نقوله، إن رب السماء والأرض أو رب السماوات والأرض خضع لمريم. رب السماوات والأرض خضع لمريم، مين اللي بيقول كده؟ ده مش كلامنا، الكلام ده احنا قلناه قبل كده، هنعيده تاني عشان كل واحد مسلم وكل واحد من أتباع زكريا يعرف إن احنا مش بنألف، إن احنا مش بنجيب حاجة من عندنا. خلينا نقرأ كتاب العذراء مريم حياتها رموزها العذراء مريم حياتها رموزها وألقابها فضائلها تكريمها للأنبا غريغوريوس، صفحة 110 بيقول الآتي: وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما، أجل إنه شرف لا يعظمه شرف آخر أن تستحق العذراء أن يخضع لها رب السماوات والأرض، أن تستحق العذراء أن يخضع لها رب السماوات والأرض. أنا دلوقتي بقول كلمة لكل واحد شايفني الآن، لما أنا أقول عن إنسانة إنها أخضع عليها أو إن رب السماوات والأرض خضع لها، ده اسمه إيه؟ سؤال مطروح لكل واحد بيفكر، لكل واحد عنده عقل. طبعا مش الكلام ده مش موجه لزكريا بطرس. طيب بعض المسيحيين بيستشهدوا بالنصوص الواردة في أوائل رسائل بولس وبعض الرسائل الأخرى، لما مثلا بولس أو غيره بيقول ليسوع عبد يسوع المسيح ويقول لك ده دليل على ألوهية المسيح، أو ده بيثبت إن ده عابد ليسوع بيعبده عبادة. هل الكلام ده موجود عن مريم؟ لو أنتوا بتستشهدوا بالنصوص دي وتقولوا إن ده دليل على ألوهية يسوع، المفروض تشهدوا بالحق. ده المفروض ان انتوا تقولوا ان الكلام ده مادام موجود هنا ودليل على ألوهية مريم، لو موجود على شخص تاني يبقى الشخص ده إله. زي مين؟ زي السيدة مريم. خلونا نقرأ في كتاب اسمه ميامر السيدة العذراء مريم، اعداد المتنيح القمص سمعان السرياني، بيقول في صفحة 102: فالآن أتيت إلى صورتك النورانية وأيقونتك البهية يا سيدة الطاهرة مريم البتول الزكية، يا أم الإله، يا ذات الرحمة وبدء الشفاعات، يا دواء كل الجراحات، يا عزاء المحزونين، ده كل الكلام ده لمريم، يا عزاء المحزونين، يا فرح الباكين، التفتي بعينيك الرحومتين إلي أنا عبدك الخاطئ. بيصلوا لمريم يا زكريا، مش دي الصلاة بتاعتكو؟ مش دي الصلاة اللي انت بتصليها؟ التفتي إلي بعينيك الرحومتين إلي أنا عبدك الخاطئ، بتقول للسيدة مريم أنا عبدك، بغض النظر يعني ايه معناه ايه في اللغة، بس انتوا بتقولوا كده، تستشهدوا بالنصوص اللي قالها بولس وكده على ألوهية مريم. طبعا ده مش كلامنا. طيب خلينا نمسك كتاب تاني اسمه أمي وشفيعتي للقمص بشوي وديع من سلسلة أنا مسيحي. في صلاة النوم حاطت الصلاة دي، فبيقول في صفحة 92، في صفحة 92 المرجع اللي فات ده كان صفحة 102 كتاب ميامر السيدة العذراء مريم إعداد المتنيح القمص سمعان السرياني، صفحة 102 المرجع ده صفحة 92 كتاب أمي وشفيعتي، بيقول صلاة النوم: أيتها العذراء الطاهرة، إزبلي ظلك السريع المعونة علي عبدك، أو على عبدك، على عبدك. الكلام ده مش إحنا اللي بنقوله، الكلام ده المسيحيين هم اللي بيقولوا، الكتب المسيحية قوم الزكري. فليه تيجي تقول إن إحنا إن القرآن الكريم تكلم عن أشخاص أو عن المريميين اللي كانوا بيقولوا حسب كلامك إن الآب والأم والابن؟ هل الكلام ده صحيح الاب والام والابن؟ خلونا نشوف المراجع المسيحيه بتقول ايه.
هنرجع لكتب التاريخ زي ما قال زكريا ونشوف. نفتح كتاب مختصر تاريخ الكنيسة، كتاب اهو مختصر تاريخ الكنيسة بتاع مؤرخ اسمه أندرو ميلر. أندرو ميلر تحت في صفحة 292 وتحت عنوان عبادة العذراء مريم. انا هاخد اقتباسات صفحة 292 و293 واتمنى وان شاء الله تتعرض قدامنا على الشاشة دلوقتي. بيقول لك ايه؟ نشأت عبادة العذراء مريم اصلا من الروح التقشفية التي سادت في القرن الرابع، قبل هذا الوقت لم يكن لعبادتها اي اثر. وبعد كده بيقول وبهذه الصورة تطورت الامور بسرعة غريبة حتى صارت العذراء غرضا مباشرا للتعبد. يبقى ده ظهر امتى؟ في القرن الرابع. وبعد كده بيقول في صفحة 293 إذن فعبادة العذراء قد أصبحت مبدأ من مبادئ كنيسة روما. عبادة مريم اللي هم المريميين زي ما هيقول بعد كده كنيسة روما مش طائفة يا قوم الزكريا. طيب واستمرت هكذا حتى إلى يومنا الحاضر. قد يدعي أتباع روما إنكار عبادتهم لمريم لأن العبادة هي من حق الله وحده، ولكن رغما عن ذلك فإن الصلوات للعذراء تشغل حيزا هاما وكبيرا في كتب صلواتهم أو صلواتهم. ألا بل نحن نعتقد أنه لا توجد صلاة تستعمل في الكنائس باستمرار وبكثرة مثل الصلاة أو مثل صلاة السلام لك يا مريم التي بعد أن تقتبس فيها فقرة من تحية الملاك جبريل العذراء تضاف إليها كلمات، وبعد كده أضاف الكلمات، وبعد كده بيقول كلمات أحطها لزكريا بطرس قدامه، أتمنى أنها تظهر دلوقتي قدامنا على الشاشة عشان كل واحد يقرأها ويفهم ويحفظها كويس، ولو من أتباع زكريا يروح يقول له يا قوم زكريا ده المسلمين بيقولوا كده وجايبين الكلام ده من المراجع المسيحية اللي بتتباع الى الان في مصر، ممكن تروح تشتري الكتاب ده من دار الثقافة. بيقول ايه؟ هكذا اصبحت العبادة المريمية عبادة المسيحية اجمع، عبادة المسيحية اجمع. يبقى اذا المريميين دول او عباد مريم دول ما كانوش طائفة معينة اسمها المريميين، لا، امال كانوا ايه؟ كانت المسيحية اجمع بتعبد مريم في القرن الرابع وما يليه. طيب وبعد كده بيقول إنه واضح جدا من هذه الاقتباسات التي أوردناها أن العذراء كانت ولا تزال تخاطب ليس فقط كشفيع عن ابنها بل كأول وأسمى غرض تتوجه إليه العبادة. الكلام ده موجود إلى الآن حسب كلامه. طيب وما هذه الاقتباسات التي أوردناها سوى عينة هادئة ورزينة بالمقابلة مع تلك اللغة الحماسية التي أشبه شيء بعبادة الفروسية والتي تجدها في كتب الترانيم والتسابيح والإشبيات المختلفة، فصفات اللاهوت منسوبة لها وتراها ممثلة كملكة السماء يا زكريا زي ما كنت بتقول من شوية، كملكة السماء إلى الآن، مش كلامنا، المراجع المسيحية اللي بتقول كده، جالسة بين الكروبيم والصرافيم. ده مش كلامنا يا قوم زكريا، كلام مختصر تاريخ الكنيسة بتاع المؤرخ المسيحي أندرو ميلر صفحة 292 و293. طيب ازاي مريم بتعبد؟ السؤال ده احنا بنطرحه لكل واحد مسيحي. ان شاء الله هنتابع معاكم ونسمع اجابة السؤال ده، كيف مريم تعبد في الكنيسة. ناخد مثال واحد ان شاء الله ونرجع لكم تاني. ما ذهب اليه المريميون بوجود ثلاثة آلهة، الله ومريم المسيح، مش احنا المقصودين، مش عقيدتنا، دي عقيدة المريمين الهرطقية اللي احنا ادناها قبل الاسلام ما يجي بقرون. رجعنا لكم بعد ما سمعنا كلام زكريا. طبعا في الحقيقة يعني مش عارفين، احنا هنعمل اللي علينا ونشوف زكريا يرد بيه. خلونا الاول نشوف كلام مهم. الاب متى المسكين بيقول في كتاب ليه اسم العذراء القديسة مريم في اوتوكوس، في أوتوكوس كلمة يونانية يعني أم الإله أو حاملة الإله. صفحة 86 قدامنا الصفحة دلوقتي بيقول فالكنيسة الأرثوذكسية لا تعتقد أن مريم ولدت بطبيعة مقدسة لنقل الحلول الإلهي فتصبح بالتالي مستحقة للعبادة. يعني مريم لو ولدت بطبيعة مقدسة يبقى هي كده مستحقة للعبادة باستحقاق طبيعتها الفريدة. هذا خطأ
لأنه يخرجها خارج دائرة البشرية فتقطع الصلة بين الإنسان والمسيح. البابا شنودة بيقول في كتاب أو في سلسلة سنوات مع أسئلة الناس، أسئلة لاهوتية وعقائدية ب صفحة 104: تؤمن المسيحية واليهودية أن العصمة من الخطية هي لله وحده، وحده هو القدوس، إلى آخر كلام. إحنا دلوقتي عندنا مشكلة وبنعرضها لزكريا بطرس، وكل واحد بيسمع زكريا بطرس وبيعتقد ان الكلام اللي بيقوله زكريا بطرس ده كلام صح. دلوقتي احنا عندنا علماء المسيحية دلوقتي بيقول ان اللي معصوم من الخطية او عن من الخطية الاصلية، اي شخص معصوم من الخطية الاصلية يبقى مستحق للعبادة. عندنا مشكلة ان اباء الكنيسة الاولى اللي بيؤخذ منهم التقليد دول كانوا مؤمنين بان مريم منزهه عن الخطيه الاصليه. دلوقتي قدامنا كتاب اسمه مريم العذراء المنزهه عن الخطيه الاصليه للقمص باسيلي فانوس، صفحه 80، ناقل كلام عن اوريجانوس العلامه اوريجانوس، بيقول لك ان تحيه الملاك: السلام عليك يا ممتلئه نعمه. وفي النص الاصلي اليوناني المكونه بالنعمه: لا تليق الا بمريم دون سواها، لانها ما تدنست ابدا من لدغه الحياه المسممه. الخطيه الاصليه. القديس أغسطينوس برضو نقل عنه القمص باسيلي فانوس في كتابه مريم العذراء المنزهة عن الخطايا الأصلية، صفحة 77، بيقول إن ولادة السيد المسيح قد استمرت عذراء لا في جسدها وحسب، بل وفي روحها أيضا، فإنها وإن كانت اشتركت مع الجنس البشري بالولادة إلا أنها لم تشترك معهم في الخطية اللي هي الخطايا الأصلية. إفرام السرياني بيقول: إنكما وحدكما جميلان كل الجمال من كل وجه، إذ ليس فيك يا سيدي عيب ولا في أمك دنس. مفيش دنس في أم المسيح يعني. طيب القديس سابا اللي هو كان عايش في القرن الخامس والسادس بيقول: أنت التي لم تعرفي الخطية أبدا، أنت رجائي وليس أحد غيرك منزه عن الدنس، أنت البريئة من كل خطية، أنت البريئة من كل خطية. الكلام ده موجود في كتاب مريم العذراء المنزه عن الخطية الأصلية، صفحة 78. القديس كيرلس الإسكندري أو السكندري بيتكلم في نفس الكتاب صفحة 83، بيقول إننا جميعا نولد بالخطية الأصلية ونأتي إلى العالم حاملين هذا العار الذي ورثناه عن أبينا آدم، ما عدا العذراء القديسة مريم أو القديسة التي جاءت لنا بالإله المتجسد. قدامنا الصفحة دلوقتي، وأتمنى أن أي واحد مسيحي يراجع الكلام ده ويتأكد منه. طيب في آخر شخص آخر اسمه القديس ماري يعقوب السروجي، توفى أو تنيح في القرن السادس، في لي كتاب اسمه ميامر عن ولادة الإله، بيتباع في مكتبة المحبة، صفحة 22، تعريب الأستاذة ناهد فؤاد والتعليق ومراجعة القمص تدرس يعقوب ملطي، بيقول مريم، عنوان كده كبير شوية: مريم حواء الثانية الجديدة، قدامنا دلوقتي الصفحة، هي مثل حواء وآدم قبل خطيئتهما. يعني مريم زي حواء قبل الخطية، يعني من غير خطية. ده مش كلامنا، ده كلام العلماء المسيحيين. لا، مش كلام العلماء المسيحيين، ده كلام آباء الكنيسة سواء القبطية أو غيرها، مش كلامنا. في الحقيقة أنا كنت طلعت على كتاب اسمه بدعة تأليه العذراء وعبادتها في الكنيسة الأرثوذكسية للدكتور حنين عبد المسيح، هو دكتور مسيحي، بيقول في كتابه، الكتاب ده صفحة 52: في الكنيسة الأرثوذكسية خاصة القبطية المصرية تعامل العذراء القديسة مريم نفس معاملة الإله، وتقدم لها كل طقوس وممارسات العبادة مثل السجود والبخور والتسبيح والتمجيد والصلوات والأصوام والأعياد والصدقات إلى آخر، ولا توجد ممارسة واحدة من ممارسات العبادة تخص بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المسيح الإله دون العذراء. مفيش شيء بيقدم للمسيح دون العذراء، كما تطلق عليها نفس الألقاب ورموز الخاصة بالمسيح الإله في كل طقوسها وعبادتها. في الحقيقة اللي أنا عايز أقوله إن أباء الكنيسة دول لما قالوا إن مريم منزهة عن الخطية الأصلية، والأب متى المسكين لما قال المنزه هو الله، طب ما هي دي عبادة صريحة، أو لو مش عبادة صريحة بالقول، طبعا هي مش صريحة بالقول إنما صريحة بالفعل، هم فعلا بيعبدوه، ما هم بيقولوا إن مريم منزهة عن الخطية الأصلية، ومتى المسكين بيقول
ان مريم غير منزهة، اسف، ان مريم لو منزهة تبقى مستحقة للعبادة. هل احنا نقدر دلوقتي نقول ان حسب التقاليد المسيحية وحسب اباء الكنيسة ان مريم تستحق العبادة؟ دي نقطة من نقاط اتمنى ان احنا نسمع رد القمص زكريا بطرس على الكلام اللي احنا بنقوله ده. طبعا كلام اللي هو قاله كان بيقول في التسجيل احنا سمعناه ان عبادة مريم انتهت، عبادة مريم انتهت، لا ما انتهتش ولسه موجودة زي ما اثبتنا الكلام ده. هنسمع دلوقتي تسجيل قص على قناة مسيحية كان بيتكلم وبيقول عبادتنا لمريم وبكل فخر، نسمعه ونرجع لكم تاني. عشان هي انا بقول عندي العذراء هي امي، ام المسيح امي، ها ام امي وام الشعب. شناي نحن متعبدلت عبادة خاصة بالأخص الأرمن. نحن منعيد له خمس أعياد. الواحد منهم عيد الانتقال بين خمس أعياد سيدية اللي في قبل صوم وبعدها تسعة أيام مثل صلوات الشكر. عبادتنا للعذراء كتير 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 قوية بشعبنا. يعني إذا رحت على برج حمود أو أي كنيسة بلبنان أو بسوريا حاليا، شهر مريم بشوف هيك مكتظين الشعب مشان المسبحة ومشان الصلوات المريمية. سمعنا كلام القص، انا مش عارف ايه رأيك يا زكريا على الكلام اللي احنا سمعناه ده، اتمنى ان احنا نسمع ردك، منتظرين ان شاء الله. البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان نتنيح في موقع اذاعة الفاتيكان، طبعا هو كان حسب معتقده او يعني حسب ما الموقع بيذكر قدامنا احنا دلوقتي صفحة الموقع شايفينها طبعا قدامنا، هنقرب الكلام المشار اليه على اساس نقراه. بس اللي انا عايز اقوله قبل ما نقرب الصوره ان البابا يوحنا بولس الثاني كان بيعبد السيده مريم، وحسب المقاله كان بيعبد السيده مريم لكن كان بيعبدها اكتر من يسوع، فهو بدا يفكر في الموضوع ده وفي اخر قراره قال الاتي، بيقول هاتان الكلمتان تعبران عن الانتماء الكامل ليسوع بواسطه مريم. الانتماء ليسوع بواسطة مريم يعبر عنه حسب البابا من خلال عبادة صادقة لأم الله، من خلال عبادة صادقة لأم الله. طبعا احنا شايفين دلوقتي الكلام عبادة صادقة وانا عبدك، انما لما تيجي تسأل اي شخص من الاشخاص دول هل انت بتقول ان مريم من الثالوث هيقولك لا. ليه؟ لانه بيتخذها اله وبيعبدها بالاتخاذ مش بالتصريح، ما يقدرش يجي يقول انا بعبد مريم عباده زيها زي الله، لا، انها ممكن يعبدها ويقول دي ام الله دي عباده عشان تقربنا ليسوع زي ما قال ليسوع بواسطه مريم، فهو بيعبد مريم عشان تقربه. فالقران الكريم علشان نختم كلامنا لزكريا بطرس، القران الكريم لما تكلم عن اشخاص اتخذوا مريم اله، لم يصرحوا بهذه العبادة ولم يصرحوا بهذا التأليه، زي بالضبط في الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هنا اتخاذ وهنا اتخاذ. أتمنى أن احنا نكون جاوبنا على كلام زكريا ونكون ردينا عليه. طبعا عبادة مريم ما انتهتش، طبعا الحمد لله يعني ليه كتاب في الموضوع ده، كتاب بيباع في مصر ممكن اي حد ينزل يشتريه لو اراد، الكتاب اسمه عبادة مريم في المسيحية، موضوع كبير وضخم، لكن نتمنى ان احنا نسمع رد زكريا لو عنده رد، وان شاء الله يكون لنا تعليق بتوسع اكتر من كده. ويا رب اكون افدتكم النهاردة ونسألكم الدعاء، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.